ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل تحدي، اللي احنا هنعمل طوبه ورقه مقص، واللي هيخسر هو اللي هيتحكم عليه حكم. طبعا لو ما قدرش يعمل حكم هيبقى ليه عقوب، هيبقى ليه عقوب صعب. ولو ما وافقش بالعقوب ازاي مش هيوافق بالعقوب؟ تمام. احنا دلوقتي في مصيف، فانا كنت مسافر وكده يعني، و مسافر كده لمده اسبوع. انا كان المفروض ان انا هنزل يوم الاحد والاربع، بس انا اصل انا في مصيف وما فيش بيت. تمام. فهنبتدي دلوقتي، وبعد ثلاث اوامر هنختار واحد تاني، وبعد ثلاث اوامر تانيه هنختار واحد تاني. تمام. تمام. يلا نبدا. يلا ماشي، هنعملها كذا مره مش مره واحده. يلا طوبة ورقة مقص. انا لازم احكم عليكم. بصوا يا جدعان، ايه شايف؟ ايه اصل في هنا محلات وكده، وواحد بيعمل بيبسي وكده. هتحداك تروح عند الكنبة دي تقلع كوتشك وتلبسه تاني. ايه ده؟ لا انا لابس اصلا خنطة مش كوتش. ماشي، اقلعه ولبسه تاني عادي، ما فيهاش حاجة يعني. ثانية تعال معايا، ثانية تعالى. بص يا ولد، ايه اللي حصل؟ البس البس. بص ده انتوا هتتفرجوا هتتبسطوا تقريبا يعني. ايه؟ لا مش هيتحكم عليا ولا حكم. ايه تقريبا يعني. يلا انا مستنيك هناك. يلا طوبة ورقة مقص. ارفع ايدك لفوق. بص طوبة ورقة مقص تاني. ليه مقص يعني؟ هو عارفني اصلا ان انا كل مرة بمقص. يلا ايه هيطلع السلم ده كله واخدكم انا معايا. اهو يا شباب السلم. هو هيطلع معايا ليه؟ معرفش. اهو شباب اديني وصلت للدور التاني. ايه تاني؟ الدور التالت. اخر دور هو الدور التالت. اديني طلعت. شفتوا؟ ثانية واحدة. بصوا المكان، اوعى لو تليفوني وقع هتبقى مشكلة. يلا هنزل تاني. كنت هتكعبل. انا مش عاوزة اوري لحد اللي انا بتكعبل هنا. يلا يا شباب العقب التالت، ما اعرفش مين اللي هيتحط بعقب ايه. يلا يلا هتحط ايدك في الزبده اللي بيرموا فيها السجاير. السجاير والمناديل المنفوخ فيها. يلا داخل على الحمام يا شباب يغسل ايده. بالميه بس مش بالصابون. وطبعا يا شباب مارفن صاحبي مشي، ف الثلاث الاوامر خلصوا. هنيجي بقى على الثلاث الاوامر الثانيه مع اخته لاف. تمام. يلا مش همر عليك اوامر صعبه لان بس خلاص. ماشي يلا طوبة ورقة مقص. اتحداك تشرب كوبايه ميه كبيره في ايه؟ في 20 ثانيه. انا بشرب كوبايه ميه كبيره في 5 ثواني. مش هروح اطلب ميه وادي. معاك كوبايتين بقى عشان ما لقيناش كوبايه كبيره. دول ما كانتش معاك كوبايه كبيره. تمام. طيب يلا اشرب بقى. يلا 1 2 يلا 1 طب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ببوط 11 12
13 14 15 16 17 طب يلا اهو يلا الماي ساعة تلج طوبة ورقة مقص طوبة ورقة مقص طوبة ورقة مقص يلا طوبة ورقة مقص يلا ايه اتحداك يلا تعالي اتحداكي ماشي لو فيها شوربه انا موافقه لا اتحداكي تعملي كده هاو هاو بصوت عالي قوي لا لا ثانيه مش لازم بصوا مش لازم لا انا هقول له واحده غيرها هقول لها تروح تقول اللي هناك ده بيجيب كوبايه بيبسي بلبن وشوفي هيرد فعله ايه يلا طيب تعالوا معانا اصلا مش هقدر ابص اجيب الكاميرا لان ممكن يكون مش مسموح بالتصوير هناك ماشي طب تعالى ماشي يلا عارف اول ما استغرب ضحك قال انا ما كنتش بعرف بصراحه يعني كنت هناك استغرب عني استغرب يعني وبص لي كده وقال لي ما ينفعش كنت مركز بقول له احنا بنعمل تحدي اصلا يلا 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 طوبة ورقة مقص تعالي قربي بقى ماشي يلا طوبة ورقة مقص اتحداك تطلع بره هنا وتقول انا عبيط بتتعب يلا يلا لما تقول واحنا هنا ماشي واحنا هنا يلا بصوت عالي لا قول اصل كل اللي هنا مش مصريين قول قول بصوت عالي يلا سمع الناس كلها لا انسى انا عبيط ده يلا يلا ماشي لا بصي هو الثلاث محاولات خلصوا هنجيب بقى معانا واحد تاني ماشي يلا معانا ستيفن يعني انا لسه ايوه انت لسه اصل هو مارفل استحب يلا ماشي يلا استيجراد مش في النص اصل هو هناك مارفل هناك يلا يلا طب استنى عشان انا مش هنعمل له عقاب في اخر الفيديو لانه صح يلا طوبة ورقة مقص انا عملت كده احكم علينا حكم ماشي بس حكم سهل عليا طب قربي شويه بقى من الكاميرا ما تبعديش انت ومايكل تطلعوا السلم اللي هناك كله وتنزلوا تاني لا ده مارفن قال لي طب انا هطلع بس طب استنى طب خلاص مش مشكله احنا كلنا نطلع يلا 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 مين اطلع يلا دلوقتي يا مضحكه معلومه من الحكم اطلع انزلوا انزلوا يلا اصل رافي لابسه الكوتشي ده فصعب ان بعجل بصوا اه بعجل فصعب ان هي تنزل هنزل وارجع لكم انا بنزل بالعجل كنت هرجع اعمل تاني لاني مركز في الكاميرا يلا هنروح للمكان ده طبعا حلو صح انا حكم حلو طبعا يا شباب نزلنا حكم عليه مع اني انا شارب كوبايه ميه وبطني توجعني لو طلعت كتير ونزلت طوبة ورقة مقص هنحكم عليك حكم اتحداك اللي انت تطلع ده كله براحه وتنزل ده كله براحه زي ما قلت لنا يلا وانت تتحداي لا مش لازم انا لا ثانيه طيب انا اتحداه انه يخش يقول لنا ثانيه بس يا شباب هروح الحمام انا كنت لسه هخش في الحمام كنت لسه يخبط على واحد يقول له انا عاوز اخش الحمام خلص يا ابني اصلا يلا انا يلا انا اصلا يا ابني يلا عايز اقول لك يا ابني
مش مصر الصراحة. اتحدى اقعد على المرتبة دي واقلع الشوز وتشقلب بقى وحط رجلك بقى والعب كده والبسه تاني. يلا ده اجدد واحد عندي. انت مالك مكشر كده ليه؟ كشر. يلا قوم انا رايح اشرب مية. على انا كشر ده. يلا يلا خلاص 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 خلاص. ما يعرفش. يلا طبعا يا شباب هو دلوقتي عملنا عقاب وانا شباب. يلا بقى نلعب طوبة ورا مقص تاني. طوبة ورا مقص. انا وانت انا هو عادي مش مشكلة لان مش هتمشى عليك. ماشي حد يا تقول له عندك عصير اسبرايت ازرق بالبيبس. ماشي زي ما انا قلت له بيبس باللبن. عادي في اسبرايت ازرق. يلا يا شباب هروح. قال لك ايه؟ قال لي عندي نعناع بس. طبعا يا شباب انا هعاقب بقى مارفل لانه انسحب و هو تحس ان الدنيا اختلفت تماما علشان علشان في اخر لقطه يعني في الفيديو الوقت اخر ورحنا دخلنا نمنا فغيرنا الهدوم وكده وده اليوم التاني. تمام فيها نحكم عليه حكم. تمام يلا يا مارفل احنا ثلاثه نحكم عليه حكم. انا مش عارف انا مش عندي اي حكم بصراحه. انا احكم. تمام تروح عند المكان اللي هناك تقعد ترقص كده وتقول هي انا مجنون. لا هي انا عبيط. ثانيه هي انا غبي. وتقعد ترقص كده وتصوت قدام كل الناس في الحته اللي بيقفوا فيها يغنوا. يلا ماشي حته يا شباب. هو الصوت قوي قوي. شفته الصوت تادم. يلا لا هنا خلص. يلا طب خلاص يا شباب خلاص يا شباب كده عقاب. لا هو عقاب واحد. لا عقاب منها برضه. يلا عقاب واحد. لا طيب خلاص عقاب تاني بقى منها. لا طيب شباب كنت لسه هقوله انه يروح في العربيات اللي هناك دي شوفوا دول يقعد عليهم انهم بفلوس ما يدفعش فلوس يقعد عليهم يتمشى بعدين التاني يقول له اصل الفلوس يقول له ما فيش فلوس. يا ريتني لو كنت حكمت الحكم ده بس طبعا الشباب هقف لحد هنا. ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب. وانت تستغربوا انا قلت ليه سلام يا ايام لان الفيديو ده نزلته بعد ما رجعت بالمصيف بست شهور. انتوا بس متخيلين وانا بقالي مدة طويلة قوي مش بنزل فيديوهات عشان ظروف غريبة قوي وامتحانات بقى ومذاكرات وبس. فما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب. وانا مش عارف ازاي لما وقفت تسجيل فيديوهات كنت ساعتها 50 مشترك بقيت 170 مشترك. فشكرا ليكم ووصلتوني لحلمي اللي هو كان 100 مشترك. متخيلين 100 بس مشترك وان شاء الله للألف مشترك.
وشكرا جدا جدا لدعمكم ليا، وانا اتنططت من الفرحة لما وصلت المية مية بقى. مش عارف اشكركم ازاي، بس يا ريت الفيديو ده يجيب دعم كبير قوي في الاحلام بقى، انا مش عارف دعم كبير قوي دعم بقى. وبس كده، يا ريت بقى تعملوا لايك وسبسكرايب. فسلام ومشاهدة ممتعة.